سلامة. بس لا والله يا فندم ده مش عندي، انا هنا عندي اقل من 10 قطع بس. معلش طب حضرتك انا واقف في الطابور من بدري، وبعدين انت ما عدتش القطع قد ايه يا فندم؟ انا بشتغل كاشير من وانا في كي جي 2، يعني انا متاكد ان دول اكتر من 10 قطع. طيب ثانيه واحده معلش، بص حضرتك دول 11، بس ما جاتش على قطعه بقى. لا يا فندم والله ما ينفعش، دي تعليمات مستر كارفور، وبعدين حضرتك مش احسن من الناس دي كلها. ايوه لا 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 لا, لا, لا انا اسف طبعا. لا معلش انا اسف. طيب خلاص اوكي انا شلت دي، اتفضل. تمام يا فندم، بس كده برضو 10 قطع، انا اقل من 10 قطع. وبعدين يا فندم هو حضرتك حاسب الثلاث قطع التونه دول قطعه واحده؟ ما ده عرض يا فندم، قطعتين عليهم قطعه مع بعض يبقى ثلاث قطع. طب يعني انا مش عارف انت مضيقها كده ليه، يعني لو انا معايا ثلاث تفاحات مثلا وبرتقانتين وموزه هتحسب ان في اتنين تفاح؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، مش حصه حساب، هي مش مساله كلاميه، انا معايا هنا بيض ممكن يقفز في اي لحظه. معلش انا اسف. طب خلاص انا مش عايز تونه. اوكي مع انها مفيده والله. لا ميرسي قوي. لا خلي الناس تمشي. اوكي تمام. النبي يا ابني انا تعبانه مش قادره، وجايبه المعجون ده بس هقدر استنى الطابور ده كله؟ مش هقدر. طيب يا ماما اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اهلا يا فندم، اهلا تحت. بعد اذن حضرتك ممكن تاخد مكانها ما دام ارتضيت انها تحاسب مكانك؟ لا اصل انا دي ست كبيره وواقفه على رجليها، فمش مشكله يعني قد والدتي. على فكره انا بخلي امي تقف في الطابور عادي، النظام نظام، ما تعملش جنتل على قفا الناس. بصراحه هو عنده حق. ربنا يبارك فيك يا فندم، كتر خيرك. لا انا اقصد هو اللي عنده حق. اتفضل حضرتك ورا. طب انا اسف يا جماعه، انا اسف يا فندم، انا اسف يا بيه. انا اسف. ثانيه واحده. اتفضل. انا اسف. اتفضل. حاسبها. انا شفت حضرتك قبل كده. انا معاكم في الطابور من بدري. اهلا بيك. اهلا بيك. هو حضرتك اللمبه دي كانت معاك المره اللي فاتت ولا لسه جايبها؟ معايا يا فندم من الاول. بس للاسف دي حضرتك بتتحاسب عليها في قسم الادوات المنزليه مش عني. يعني لو حاسبت عليها هنا يعني هتزعل؟ مش هتنور مثلا؟ لا والله يا فندم، بس هي مش عندي على السيستم. طيب خلاص بلاش منها، بلاش. اوكي مش عايز. طيب يعني حضرتك كده المره اللي فاتت رجعت التونه، والمره دي اديك بترجع اللمبه الموفره. معلش اصل انا مستعجل ومش هينفع ارجع تاني قسم الادوات المنزليه، مشيها كده خلاص. معلش يا ابني انا مش هشتري حاجه، معلش انا بسال بس سعر ثمن الجبنه ده ثمنه كام؟ تحت امرك يا حاج. شوف شوفها له طبعا. لا طبعا اتفضل يا بابا. شكرا. 75 يا حاج. 75 ايه؟ جنيه. ايه 75 جنيه بذمتك؟ السعر ده يقرا كام؟ لا مش 7 جنيه ونص؟ لا يا بابا 75 دي واضحه جدا. يعني يعني ايه؟ يعني انا ما بشوفش انتوا جيل النت والايباد والايفون، جيل قذر قذر. وادي الجبنه. اوعى. معلش يا بابا ما بقاش حاجه. لا 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 هتحسب ايه؟ حضرتك خلاص ضربت. لا لا ضربت ايه؟ لا انا مش عايزها، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الاستاذ اللي شتمني ومشي ده. ايوه بس انا ضربتها. لا انت ضربتها، ده معلش ده اسلوبك في التربيه، انا ماليش دعوه، انا مش عايزها. طب حضرتك بقى هنضطر نستنى الشيف ليدر عشان هو اللي بيعمل المرتجع، فمعلش بقى يا جماعه هنستنى شويه عشان الاستاذ رجع التونه ورجع اللمبه الموفره، ودلوقتي بيرجع الجبنه عشان غالي عليه، الجبنه غالي عليه، هنعمل ايه؟ لا انا مش غلطتي والله يا اخوانا، مش غلطتي، يعني هي جت اتحسبت وهو الراجل اللي هو اللي عايزها في الاساس. يعني شوف بقى حضرتك بقى. خلاص يا فندم احسب كل حاجه. تمام كل حاجه. تمام كده يا فندم الحساب 443 و60 قرش. اتفضل. ده كارت؟ اتفضل. لا يا فندم والله مش شغال. لا معلش اضغط عليه شويه، هو شغال، انا لسه ساحب بيه. طيب معلش. احاول تاني. معلش هتكسب ان شاء الله. لا برضو يا فندم مش شغال، مش نافع، مش نافع. معكش كاش؟ اشوف لحضرتك كاش. حاضر يا فندم. حاضر. طيب يا ريت. بس ايوه كمل الاول يعني. اما انا بقى اهو خلاص بقى بعمل. معلش يا استاذ. ايوه ممكن تساعدني بس لحد ما يجي لك الباقي عشان انا جوزي في الجبنه. في الجبنه؟ طب انا اعمل ايه؟ مش فاهم. لا هو واخد رقم في الجبنه وانا هنا حاجز له الطابور. ممكن بس اقيس القميص عليك؟ هو مقاسه مقاسك. طب معلش ممكن بس بسرعه علشان خاطر الناس. طيب اتفضل. شكرا ميرسي جدا. لا يا استاذ لا 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 مش كده، معلش خلينا عادي عشان ما ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا صفاء؟ مين الحيوان ده؟ لا 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 يا فندم بص حضرتك، انا بساعدها عشان انت في الجبنه. الكلام مش موجه لك، مفيش جبنه. يلا مش كذبالة، يلا ما
تخلص بقى يا استاذ. مش ممكن يعني، انا مش فاهم قله الذوق دي. يعني تشبروك كده في الدنيا صراحه. يعني لا يا فندم مفيش داعي، بس هو حصل ان الكارت بتاع حضرتك سحب 6 مرات المبلغ المطلوب، فتقدر تروح البنك بقى تطمن على فلوسك. ايه ده يعني؟ ايه مش فاهم يعني 6 مرات ازاي؟ معلش بس حصل لخبطه عندي في السيستم هنا، فهنضطر نعيد الحاجه من الاول. بس من الاول؟ من الاول، وهتدفع كاش. معلش النبي يا ابني، عايزه احاسب بس عجيلي كل ده بس بسرعه. الله يخليك. اشكال زباله، لو امي هسيبها تقف في الطريق. مش هينفع تاخد جن قذر. هتخلص بقى. مش ممكن يعني قله الذوق. مش جنت على لا معلش بقى، انا مش هسيب حضرتك تتهببي تحاسبي. اقفي في الطابور من اوله زي الناس. انا لو امي موجوده هسيبها تقف في الطابور. جيلي كولا ايه؟ انا مالي انا مالي. خلاص يا حبيبي براحتك. انا كنت عايزه اجيب حاجه حلوه عشان اخدها قبل الدواء عشان عندي السكر. انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم؟ تعالي يا ام مكاني. تعالي يا ماما مكاني يا ماما. انت راجل؟ انت راجل؟ خلاص خلاص يا امي، خليكي مكاني هنا هنا اصحى. في ايه يا عم؟ في ايه؟ مالك بتزعق لوحدك؟ انت امك ايه اللي جرى في الدنيا؟ انا مش فاهم ايه اللي جرى في الدنيا يا اخي. يا اخي حرام عليك. اتفضلي يا ماما، اتفضلي. اتفضلي يا ماما حسبي، اتفضلي. انا اسف، انا اصلي واقف من بدري وتعبت، والله تعبت. مع السلامة، مع السلامة. اتفضل يا استاذ، ابدا من الاول. من الاول تاني. طال عمرك يا فندم. حبيبي ثواني، هو في ايه؟ حضرتك سبت لها دورك. اتفضل بقى هات الطابور من الاول.